قالت هيئة الأرشيف الوطني الأمريكية في نشر وثائق اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب. كان ترامب قد اشترط الإبقاء على بعض الوثائق سرية ومراجعة بعضها قبل النشر. ما يبقي أشهر حادث اغتيال في التاريخ رهينة للتكهنات. بعد عقود من طي الكتمان، ظل أصحاب نظرية المؤامرة ينتظرون هذا اليوم منذ نصف قرن لمعرفة الجزء الخفي بشأن اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في 22 من نوفمبر عام 1963، حيث قرر الأرشيف الوطني الأمريكي أن يفرج عن أكثر من 3000 ملف سري يتعلق بعملية الاغتيال، ليعكف المؤرخون على دراستها والتنقيب فيها بحثا عن مفاتيح تفك لغز اغتياله. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه بحجب بعض المعلومات بشكل مؤقت والتي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي أو على ملفات خارجية، فيما يتوقع خبراء أن تتضمن الوثائق شهادات ورسائل من مدراء وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية وجاكي أرملة كينيدي ومحامي زعيم عصابة يعتقد أن له دورا مركزيا في اللغز. فيما نشرت وسائل إعلام بريطانية بعض النقاط التي أظهرتها الوثائق التي بدأ الإفراج عنها حتى الآن، وهي أن المتهم بقتل كينيدي أجرى اتصالا بالسفارة الروسية قبل الحادث وتحدث إلى مسؤول بلكنة الروسية الركيكة، ما يفتح الباب لتكهنات حول ضلوع الجانب الروسي في عملية الاغتيال. فيما يرى مراقبون أن تسلط الوثائق الضوء على جوانب خفية من التاريخ الأمريكي بينها ما فعلته الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي لم تترك وسيلة للدفاع عن سمعتها بعد عملية الاغتيال والحجم الكامل للنشاط التجسسي الأمريكي خلال الحرب الباردة. وكان التحقيق الرسمي استغرق 10 أشهر، وأشرف عليه قاضي المحكمة العليا إيرال وارين، أفضى إلى أن لي هارفي أوسولد المتهم الرسمي في عملية الاغتيال تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه. ويأمل كثير من المهتمين بالقضية أن تضع الملفات نهاية لأسئلة ظلت معلقة لعقود عن اغتيال كينيدي، منها: هل شارك متهم آخر لهارفي أوزولد في قتل كينيدي؟ أم كان أوزولد أداة في مؤامرة أوسع دبرها آخرون؟